والله 8 سنين، 8 سنين وانا دحج على الهواتف ودحج وقلبي بدي ينشلع، مو على ابني، على الكل، والله قلبي راح ينشلع. واستنينا على العيد، قلنا ان شاء الله فرحه، نفرح ان شاء الله بطلعته. من يوم صارت هالمزرة والله ما عم انام الليل وانا افكر ودحيج، اقول يا رب ادحج على الهواتي، بلكي الله يفرج على ابني وكل المعتقلين. يعني ابني معتقل، والشيء اللي عم نشوفه بالنسبه للي خرجوني يعني من السجون، بس مو اجرام اللي اخذوه قبل المرأة، قبله اخيه صار له 10 سنين او 9 سنين اخيه تحت التعذيب والقتل، يمكن يطلع خالي الشعور وخالي شو بده يكون يعني. والله عندنا امل، يعني عندنا امل ان شاء الله يكونوا من هالناس الطيبه، وان شاء الله ترتع كل المساجين المعتقلين.